بعد كده جه الرئيس انور السادات وحضرتك دفعت ثمن خاطئ وابعدت من العمل، نقلت من ضمن مجموعه كبيره نقلت من الكتاب والصحفيين الى وظائف عاديه، ثم تطورت علاقتك بالرئيس انور السادات مظبوط واصبحت افضل. كيف تم هذا التحول؟ العلاقه بين الاعلام والسلطه. الرئيس كان يعرفني وكان يتصور ان انا يعني من بلده قريب، احنا من مناطق قريبه. لكن غرس في ذهن الرئيس انني من تلاميذ هيكل، وانه احنا العيال اللي عاملين مشاكل لمصطفى امين وعلي امين لما جم حكموا الاهرام، وان احنا يعني على علاقة بطلاب الجامعات في الوقت ده كانوا الطلاب ثائرين. برضه هو اساء فهمنا للاسف، بس احقاقا للحق. نعم. عندما وضحت له الحقيقه، لان احنا رحنا له، هو احنا اللي حصل احنا كنا اعضاء في مجلس النقابه الصحفيين، وكان معانا يوسف ادريس واظن كان علي حمدي الجمال هو النقيب في هذه الفتره، وحدثت مظاهرات والولاد استولوا على قاعه الجامعه الكبرى، و ابعدوا الصحفيين المصريين من الدخول وسمحوا للصحفيين الاجانب بحجه ان الصحفيين المصريين كلهم مباحث عامه وانهم ما دخلهمش. واحنا اعترضنا في مجلس النقابه على هذا الموقف، فسر موقفنا خطا لدى الرئيس ان احنا متضامنين مع الطلاب في موقفهم هذا، وده لم يكن حقيقي على وجه الاطلاق. واحنا وخرجنا ضمن قوائم، كان قائمة من 63 واحد، كانوا معظمهم يعني أجمل صحفيين وأحسن صحفيين في الأهرام، كان صحفيين ومذيعين في الإذاعة يعني كريمة الصحافة المصرية يعني. نعم. لو أعد لك الأسماء اللي كانت موجودة يعني كلهم شخوص جيدة. وانقسمنا إلى فريقين، فريق قال والله نهاجر وصدام حسين فتح السكة وأصر أن يذهب إلى العراق، وفريق تاني قال لا احنا قاعدين على قلبها القولون، ده مهنتنا وعلينا ان احنا نقتحم حتى على رئيس السادات حجرة نومه ونفهمه الحقيقة. وبقى جزء من مهمتنا ان احنا نواصل نسعى الى اتصال بجهان السادات، ونسعى الى اتصال برئيس الوزراء في هذه الفترة وكان وزير الداخلية، ونسعى الى اتصال بامين الحزب الوطني ونقول لهم نسألهم بالظبط ايه احنا عملنا ايه. واحنا كنا من هذه المجموعة، وقدرنا هذه المجموعة نصل بالفعل إلى الرئيس السادات، سواء من خلال السيدة جيهان السادات وكانت فاضلة جدا وتعاطفت مع قضيتنا وشجعتنا على أن نستمر فيما نحن فيه، وأيضا الرئيس لما ذهبنا له ثلاثة فنزل لنا فوزي عبد الحافظ الله يرحمه، وطلع فوزي عبد الحافظ بالورق اللي معانا، فجعلنا بإمضة من الرئيس السادات المدعي الاشتراكي للتحقق وليس للتحقيق، يعني ما نتمسكش يسمع كلام. ايوه. رحنا للمدعي الاشتراكي وخضنا معركة طويلة جدا جدا متشبثين بحقنا في العودة. قبل ال 73 بأيام كان أشرف قربال هو برضه الله يمسيه بالخير، كان هو المتحدث الرسمي للرئاسة في هذه الفترة، ضرب لي تليفون وقال لي تجيب اتنين من زملائك وتيجي. رحنا كان مين الاتنين يا فندم؟ كان مين الاثنين؟ مصطفى نبيل اظن ومحمود المراغي. نعم. وقال لنا في هذه الفترة قال لنا انه كنتوا هترجعوا قريب ورئيس طالب انه كنتوا تعودوا، وانا يعني نتمنى ان كنتوا تنسوا ما حدث، ده بلدكم ده وطنكم وكذا. واحنا بالفعل يعني فرحتنا بالعودة كانت جميلة جدا. وانا رحت الهيكل، هيكل كان عنده خبر بان احنا راجعين بالفعل، ومن اجمل الاشياء اللي عملها هيكل في هذا اليوم اداني قلم باركر ذهب دلاله على انني سوف اعود واكتب يعني. نعم. وبرضه من الحاجات اللي لابد ان اذكرها لهيكل انه رئيس السادات في بدايه الازمه طلب ان احنا كل واحد مننا ياخد 15 جنيه ويقعد في بيته. وهيكل اصر على ان احنا ناخد مرتباتنا كامله. كان معانا لويس عوض واحمد بهاء الدين ومجموعه يعني اسماء. قال له بوضوح كده لا استطيع ان اتحمل هذا. وبرضه رئيس السادات غض النظر عارف ان الاهرام بيصرف لنا مرتبات
وقال له يا محمد بس ما يخشوش الدار. هيك طلب مننا ان احنا بلاش تجوا دلوقتي لغايه لما نقدر نشوف حل لهذا الوضع. وما كناش احنا بنروح الدار وقاعدين طول النهار في النقابه ها، والى ان جت لنا المكالمه بتاع اشرف غربال وقابلناه وانا يعني من غرائب الاشياء يعني انه مثلا لما قرر رئيس الذي غير العلاقه ما بيني وما بين رئيس السادات ان انا قاعد على ديسك ارام، هيك قعدنا الى مكاننا. انا كنت عضو ديسك الارام في هذه الفتره. الساعه 4 فوجئت بالتليفون جاي من الرئاسه، كان همت مصطفى وكان معاه كمان اخ فاضل كان مذيع في صوت العرب، كان هو المسؤول العلاقات العامه في الرئاسه مع همت مصطفى. نعم. هو كلمني ها وقال لي رئيس، سال على مين رئيس، كان يعتقد ان انا عندي كفاءه مهنيه. نعم. رئيس سادات يعني، وكان يعتقد ان انا صحفي شاطر. فقالوا له فلان موجود، فكلمني وكلمني بود شديد جدا وكأن شيئا لم يحدث، وقال لي ها انه هيذهب الى القدس وانه هيصلي في القدس وانه هيذهب الى الكنيسة وهيلقي خبر. ده 77. التفصيلات الكاملة بتاع الرحلة، التفصيلات الكاملة، بس ما تنشرش يا مكرم لان انا رايح للاسد بكرة ها، اذا الاسد استجاب معايا هتبقى شيء مهم وشيء تاريخي، اذا ما استجبش انا هروح. وهم كان ايامها يوسف السباعي رئيس مجلس إدارة وعلي الجمال كان رئيس التحرير، وجم على اجتماع الساعة 5:30. أنا كتبت الستوري كلها وحطيتها ما بينهم الاتنين كده، فالاتنين بانت عليهم الدهشة، مين اللي جابني؟ السادات كلمني. أه والله اللي حصل. أي قصة إيه؟ من هذا التاريخ أعتقد إنه علاقتي تغيرت بساهم أيضا في إصلاح العلاقة الله يرحمه منصور حسن.